اقرب ملوخيه. بص بقى احنا معانا برضو على التليفون، احنا عشان رمضان رمضانيات بقى وكل خلينا نرحب بالنجم المحبوب جدا عمرو رمزي. كل سنه وانت طيب وبخير، وكنت منورنا طبعا قبل كده، واحنا سعداء ان انت تكون معانا على التليفون، وسعداء وهنكون سعداء اكتر يا عمرو لما تجي لنا كمان. كل سنه وانت طيب يا رب. ان شاء الله كل سنه طيبين. انت طيب يا عمرو. انت طيب يا عمرو. كل سنه طيب يا تهان. كل سنه طيبين وكريم وبسنت وكل الناس الحلوه. طيب. حبيبي يا عمرو، وباكد على الدعوه، انت لازم تكون منورنا ان شاء الله في حلقه قريب من الاهلي في رمضان. كل سنه وانت طيب واهل بيتك طيبين. شايف جمدان قلب كده، يعني انت شايفك عمال تعزم كده وبتاع ايه؟ شايفك عمال ايه؟ بقول لك بتعزم بقلب جامد. بتعزم الله، وبقلب جامد يا استاذ، هنكلف وهنبهرك بس انت تيجي تنورنا. هم طبخهم كويس. لا تعالى بس وسفاجد ما يسرك ان شاء الله. عمرو عايزه اروح معاك بس النقطه، انت من كام سنه كده فاتوا مش كتير كنت نجمنا في رمضان، والبرنامج بتاعك اللي هنفضل لحد هذه اللحظه نتكلم عنه واللي مش هيتنسي، واجيال ورا اجيال فعلا، وانا مش بجاملك، بيس على اليوتيوب وبيتفرجوا، انت كنت معانا. وانا معلش هسالك السؤال ده، يعني انا مش هقول لك انك مقل عشان السؤال ده اصلا غريب انك تيجي تقول لفنان مقل، ان في الاول وفي الاخر ما بتبقاش بايد الفنان نفسه. صحيح. ولكن احنا حابين يا عمرو، لان انت من الناس لسه كنا بنتكلم عنهم بجد اللي عنده كاريزما ما شاء الله. صحيح. محبوب وقبول ونجاح سريع. فيعني عمرو قول لنا انت في دماغك ايه الفتره اللي جايه يعني، ونفسنا بجد بقولها لك من قلبي، انا من الناس اللي انت عارف ان احنا اصلا اصدقاء، انا الناس بحبها جدا. صحيح. ونفسي رمضان الجاي بجد تكون معانا في رمضان بحاجه تقيله جدا زي ما انت معودنا. ان شاء الله ان شاء الله. لا هي بص، هي يعني بتبقى ظروف مشتركه بين بني ادم نفسه وبين ظروف الفنيه، يعني السوق يعني او القنوات والشركات والكلام ده كله. مش هخش في تفاصيل كتير يعني، لكن هي طبعا بتبقى خاضعه لفكره ايه يعني، يعني رمضان عايز ايه، لا او الاوت سيزون عايز ايه، فممكن تكون ما ظبطتش الفتره اللي فاتت، ممكن تظبط في حاجه تانية الايام اللي جايه ان شاء الله. يا رب يا رب ربنا يبعت لك الخير كله. عمرو السنه دي عامل دور جميل ومن ابطال مسلسل بيت الشده، وعمرو طبعا عشت عمر واخويا ومن اول فرقه نجا عطله. بالظبط بالظبط، انتوا ده تاني عمل مع بعض. بالظبط ده تاني عمل بعد. لا ونجا عطله مليان اكيد ذكريات رائعه ما بينك وبين عمرو وكل فريق العمل. وعمرو ده يعني بعتبره هو الباحث، يعني اي معلومه عايز تعرفها، واي مثلا سافر بلد، اي بلد جديده عايز تعرفها، عمرو في دقيقتين يكون جايب كل المعلومات والداتا. يا يعني احنا طبعا قضينا وقت حلو جدا جدا مع بعض كده، وكانت ايام فعلا قد ما كانت صعبه ايام تصوير المسلسل. صحيح. كانت ايام طبعا حلوه عشان كنا متجمعين مع بعض يعني. ف يا رب ان شاء الله كمان السنه دي بيت الشده يعني يكمل زي ما هو كده. بالظبط، ردود الافعال حلوه جدا لحد دلوقتي، ده من غير مجامله يعني، انا بس بجد بقول لكم، انا بنقل لكم يعني، يعني اكيد انتم عارفينها. فلا بالتوفيق باذن الله. ربنا يسهل يا رب فعلا ويفضل كده، ويعني ده تعب كل المجموعه الموجوده يعني، وفاء عال واحمد توفيق محسن منصور وتهامي، وطبعا يعني مش عايز انسى حد طبعا يعني قبل اي حد، وهاب فهمي ومدحت تيشا طبعا. صح، برافو عليك طبعا كلهم، مع احمد يعني مجموعه كبيره جدا جدا. معانا مخرج يعني يمكن اول مره يشتغل دراما في رمضان، ودراما طويله، عمل سينما قبل كده، لكن حد دماغه مختلفه وشاطر جدا جدا، بيحب الممثل. الممثلين بتحب قوي المخرج اللي بيحب الممثل. بالظبط، بيفرق طبعا في الاداء. صحيح. اكيد. طب انا عندي سؤال اخير. اتفضل. قبل ما نختم عمرو، انت كنت معانا من برضو تقريبا سنه انا فاكره. حاسك ماسكه له زله. استنى بقى، السؤال اللي جاي عايز اطمن على اخونا برضو. من سنه انا سالتك، او كان مش انا اللي بسال دايركت، كان في حد من المشاهدين بعت لك بيقول لك هو عمرو متجوز ولا مش متجوز، وانت ما ردتش اصلا. وانت وقتها ما ردتش. لسه فاكرها. عدت سنه. عمرو رمضان ده انت برضو زي ما انت ولا هفرحنا؟ اخبار حلوه علي باذن الله، مش هقدر اقول لك اكتر. الايه؟ لا مش عليك. ايه؟ في اخبار حلوه. الله. العيد ان شاء الله. يا رب. مبروك مقدما. عزمنا بقى. عارفه يا بشنت السؤال بتاعها مش هيفرح بيكي بقى. ايوه عارفه السؤال ده. لا بس ده خبر حلو، ده خبر حلو، ربنا يكرمك يا عمرو. ربنا يخليك يا رب. ربنا يكتب لك الخير كله. عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ومش عايز اخد وقت منكم اكتر من كده. نورتنا نورتنا وان شاء الله تنورنا بوجودك معانا ان شاء الله قريب. وكسر الدنيا، حلقه النهارده كانت في جون و1000
ألف مبروك، وأنا عارف إنك عامل مفاجآت أكتر في الحلقات الجاية كمان. حبيبي يا عمرو، متشكر يا عمرو. تسلم يا عمرو، تسلم. مع ألف نورت الدنيا كلها، كل سنة وأنت طيب وأهل بيتك وحبايبك كلهم طيبين. كان معانا النجم الجميل عمرو رمزي.